زميلنا العزيز والناقد الرياضي احمد عويس. يا احمد صباح الخير طبعا والهنا عليك، وفي البدايه يعني الحمد لله على السلامه. انا عرفت انا وكريم ان انت لسه واصل دلوقتي. الله يسلمك يا هواندو، وبصب عليك انت وكريم. انا لسه تقريبا يعني وصلت من ساعه، وطبعا كنا كلنا نتمنى حضور المباراه النهائيه للنادي الاهلي، لانه الحقيقه الفريق ادى مباراه في الشوط الاول امام فلورنزي، مباراه رائعه، وضيع 8 فرص. وطبعا يعني ما كان في كان في حاله عدم توفيق كبيره جدا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. عندهم ماتش يوم الجمعه قدام اوراوا ريد الياباني، وان شاء الله نقدر نحقق المركز الثالث عشان الفرقه تسافر وهي مريحه نفسيا على الاقل، عشان تبدا مباراه السوبر اللي هتبدا يوم الاثنين والخميس ان شاء والله. الله. والجمهور كمان من حقه انه يبقى يعني راضي نفسيا، لان الفتره الاخيره كانت يعني الامور يعني ناس كتير الحقيقه كانت متضايقه جدا بعد الماتش الاخير للنادي الاهلي. انت شايف الاجواء عموما في عالم المشجعين المصريين المتواجدين في المملكه العربيه السعوديه عامله ازاي؟ الحاله النفسيه والمعنويه عند اللعيبه نفسهم عامله ازاي بعد الماتش الاخير؟ بص، هو الاداء الفريق قدام اتحاد جده المدجج بالنجوم ادى امل كبير قوي للجمهور يا كريم، ان احنا رايحين في حته بعيده، وأداؤه في الشوط الأول إدى الأمل أكبر إن إحنا رايحين لحتة أبعد. ولكن فجأة بضرب الجزاء يعني غيرت مجرى المباراة، الفريق خرج تماما عن تركيزه، ضغط المباراة، لأن إحنا كنا لاعبين ماتش قبل المباراة دي ب 72 ساعة، الفريق البرازيلي ما لعبش وجاي مريح طبعا، فبدأ العامل البدني أثر تماما في مستوى الفريق، وقلة التركيز طبعا بعد الهدف، والفريق اتلخبط شوية بعد الهدف، يعني في الحقيقه انه المباراه كانت في المتناول، والفريق ادى مباراه، انا وجهه نظري كنت في الملعب، مباراه في الشوط الاول اكثر من رائعه، وانت بتوصل للجول 8 فرص كامله، فيهم فرص ضاعت في 6 ياردة، يعني صحيح. يعني ما في يعني الحقيقه اي تحميل لكولر لنتيجه المباراه اعتقد انه ظلم باين، لانه اداء اكثر من رائع، سواء في كاس العالم للانديه دي او كاس العالم للانديه اللي فاتت. هو الحقيقه الاهلي بيقدم افضل مباريات في كاس العالم للانديه مع كولر، فاعتقد انه الراجل ما قصرش. خلينا نقول انا عايز اقول لك على حاجه هنا يا عويس، لان انا رايي نفس رايك، وانا قلت الكلام ده على فكره تاني يوم للمباراه على طول. القصه كلها ان انت معاك مدير فني بجد طور بشكل كبير جدا اداء اللعيبه، وفي لعيبه كمان تميزت على ايده، وعبه عنده سكواد واثنين، والكلام ده انا وكريم قلناه اكتر من مره، والراجل عامل خطه حلوه ومذاكر المنافس بشكل كبير. اكيد هو مش هيمسك رجل اللاعب بقى ويدخل الكوره يعني جول، ما برضه في منطق، يعني هو مش مطالب ان هو يعمل كمان دي. المشكله عندنا في اللمسات الاخيره جايه من اللعيبه، يعني كولر مالوش ان هو يلام، والمنطق بيقول كده يعني. فانا متفقه معاك في النقطه دي جدا الحقيقه. كولر مدرس بيشرح الدروس بسهوله جدا، بيوصل الطالب الاجابه الصحيحه، والطالب لازم يجاوب. لو الطالب ما عرفش يجاوب هل هي مشكله المدرس؟ الحقيقه لا. يعني هو الحقيقه الراجل الاهلي مع كولر بيقدم اداء انا شايفه انه متطور جدا، ومع اكمال بعض النواقص في سكواد الفريق اعتقد انه الفريق بقى ليه شكل تاني بعد حاله قرار صائب جدا، قرار عدم المشاركه في بطوله رابطه الانديه، مع كل احترام للبطوله نفسها، لان معظم لعيبه الفريق عايزه تدخل في حاله استشفاء، خاصه ان جزء كبير قوي منهم هيبقى مع المنتخب في ساحل العاج في كوت ديفوار عشان كاس الامم، فاعتقد الباقي هيبقى محتاج استشفاء عشان ضغط، لانه كان في ضغط جامد قوي على الفريق في الفترة اللي فاتت، وسفر من هنا لهنا لهنا، فاعتقد انها محتاجة على الأقل تريح شوية، ويبدأ الفريق فترة إعداد جديدة في يناير، عشان لما يرجع بقى على برضه نفس الضغطة تاني للمباريات، سواء مباراة الدوري أو مباراة دوري أبطال أفريقيا، يبقى جاهز إنه يعود بقى لانتصاراته، وإن شاء الله يقدر يحقق بطولة السوبر اللي هتقام في الإمارات، ويحقق المركز الثالث قبله في المباراة اللي هتقام في جدة، عشان لما يحصل توقف في الدوري يبقى الجمهور في حاله رضا عن الفريق. على ذكر المركز الثالث اللي ان شاء الله نحققه في الماتش اللي جاي، انت طبعا تابعت الماتش امبارح بين اوراوا الياباني ومانشستر سيتي الانجليزي، في رايك ايه اللي بيميز الفريق الياباني، وايه اكثر الامور اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها في الماتش اللي جاي؟ سرعه الفريق وسرعه اثناء الهجمه، من التحول من دفاع لهجوم، يعني فريق
سريع جدا، وده طبعا هي الكوره في اليابان او في المنطقه دي سواء كوريا الجنوبيه او اليابان بيتميزوا بده. ولكن على ذكر المستوى، اعتقد ان مستوى الاهلي لو ادى بنفس الاداء اللي ادى بيه اللعيبه مباراه اتحاد جده، اعتقد انه هنحقق الفوز ان شاء الله. والحقيقه انه عشان اللعيبه تقدر تخرج من حاله الضغط العصبي اللي حصل عليهم بعد ماتش فلومينينز النهارده، واخدين 5 ساعات راحه في جوله يعني حره كده، كل واحد ينزل يبص على البلد، يروح يجي 5 ساعات راحه من 11 ل 4. الفريق كله عنده راحه من زي ما بيقولوا كده من القفله يعني. فاتمنى ان ال5 ساعات دول يفوقوا الفريق نفسيا شويه ان شاء الله. يا عويس، عندنا بقى سؤال اخير. انا عارفه طبعا ان انت بتحب تكون موجود مع الفريق في كل البعثات، هتكون متواجد برضو في ماتش السوبر في ابو ظبي صح كده؟ لسه حتى الان لم يتحدد بعد يعني، لسه ما عرفتش او ما قررتش، لان انا لسه جاي النهارده، فلسه ما مش مقرر لسه يعني. مش عارف يعني هتسافر ولا لا. على كل حال اكيد كلنا بنتمنى نكون متواجدين مع الفريق، انا وكريم كمان بنحاول حاليا نكون برضو متواجدين، خلينا نشوف باذن الله. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز الناقد الرياضي احمد عويس.